أخبار اليوم. أنا اللي بقول لكم أهلا وسهلا. كل ما وسائل الإعلام بتهتم بالمهرجانات ده تشجيع عظيم ليهم ورسالة هامة جدا. أنا سعيد جدا بحضوري في هذا المهرجان ميدل إيست أورد، لأن طبعا كل مهرجان في مصر هو شرف لنا كلنا، وأتمنى كل المهرجانات المصرية تتعاون معا في توقيت المهرجان، تتعاون في إقامة المهرجان نفسه، لأن كل دوت لخدمة مصر وخدمة الفن المصري العريق. أتمنى بالفعل أن يكون دايما رسالة المهرجانات أكثر ما تكون هي شو، تكون رسالة أنها ترفع الفن دايما وتشجع الفن الراقي الهادف الأخلاقي. إحنا بنتمنى دايما يكون دور الدراما دور إيجابي، لأنها بتدخل في كل البيوت والجميع بيتفرج عليها، أطفال وكبار. ممكن يكونش في كنترول من الأسرة غصب عنهم، لأن ده التلفزيون بيفرض نفسه عليهم، فعاوزين يكون دور دايما إيجابي، لأن دايما احتراما أولا للشهر الصيام، واحتراما للأسرة، يكون دور المسلسلات توعية، تكون دورها ترفيه للأسرة، وفي نفس الوقت يكون رسالة إنسانية واجتماعية وأخلاقية للأسر.